الساعة 6:15 الحين، من الساعة 4 وأنا متفيزر أدير عيوني، لا طالع البنكة إلا طالع اليدرات، والطايع يخطف الوقت، ولين حين ما ظهرت الشمس والبرد ليه في الدنيا كله موجود، وقايلين عولنا اليوم درجة الحرارة 17، وين 17؟ الحين يمده مظهر ليدي من البلكونة، وكبري داخل أتريح من كثر الفاقة، يلس تقرأ المسجات ليايات كلهن على السنابات، ورد واللي كلهن اللي أغلبيتهم هاللي يردون ردود سلبية وسخافة ورمسة فارطة، كله ردي عليهم كان بمنتهى البرود وعادي، ولا كأنهم قالوا لي شيء، وانتقاداتهم رديت عليها بكل بساطة، وكل شيء غاوي يعني مردودي كان. مع هذا كله بعد هالدنيا أبوي يظلمي، بعد أبوي ما ظهرت الشيء في عيست، لا عتشدي وأنا تريت تظهر الشمس، حد يرقد من الساعات 10 راقد البار، من 10 لين 5 ما أدري كم 7 ساعات، بس شبعت رقاد، ينبي عورني إلا انجلب على طرف اليمين إلا اليسار، يدي اليمنى رقدت أرد على اليدين اليسرى وترقد يدي، وعلى هالمنوال هذا يوم أقول ولا أقولكم ما بقول ما فيه الله برايكم. أقولكم ترى السكوت عن السفيه خير من الرد عليه، يوم تسكت عن حد سفيه أخيار من أنك ترد عليه، سبحانك يا رب. يوم أقول لك بعد خسارة من عناله وهرق عليه سعون، أنك تعنيله وتهرج عليه سعون خسارة يا أبوك، حتى سعن الماء قميضة، أنك تهرج على إنسان ما يستاهل حتى الماء، سعن الماء ما شيء أرخص عنه، وبعد ما قميضة أنك تخسر عليه السعن، لأنه ما يرزى من يخسر عليه حتى السعن، سعن الماء غميضة عليه وايد فوق حقه، فالسكوت عن السفيه خير من الرد عليه. هذا مردودي للي يعلقون الرد بالتعليقات السلبية ويتوقعون أنه بيثيروني، والله ولا احتركت شعره من ينبي ولا افتكرت وش انت يا بعوضة كب وحدة وهم طرشة، يا الله يا رب ترزجني برايل شراتك. قلت اسميك ما طلبت الساع، اسميك ما عندك مونة، برايل شراتي بينزل راسك من الهذربان، لا كشت لا سيرة مطعم لا سفر لا شرق لا غرب، بينفخ راسك من التهذريب، اشتبين الريل لهالنمونة، اسميك ما عندك مونة، ولا اسميك ما تمنيتي، اسميك لو ما رمستي بعيد اخير شراتي، والله ينتفخ راسك عنب، وانا يبوت ما يودني عن الرمس الا الرقاد، بتوبلين تيلسين مع واحد قر 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 ما يرقد صبح ومساء هذربان، اسميك ما عندك مونة ولا تمنيت الساع والله. الفيديوهات والصور اللي توني نزلت لكم إياهن مالات مهرجان الشارقة للأضواء يمتد لغاية السبت تاريخ 17 من هذا الشهر، وتبدأ الفعالية بعد صلاة المغرب. المهرجان يقام كل سنة بالشارجة،
عبارة عن أضواء تغطي مباني ترسم قصص تاريخية ولوحات فنية وصور لحكام، وأبرزها صورة الشيخ زايد رحمة الله عليه، جعل روحه الجنة. رحمة الله على الشيخ زايد وعلى جميع المسلمين أجمعين يا رب العالمين. ومكان المهرجان في أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، موقع الأكاديمية بالضبط في المدينة الجامعية في الشارقة مقابل كلية الطب والجامعة الأمريكية. والمهرجان ومهرجان شارج الأضواء يمتد لغاية يوم السبت. لا تقولوا ما قلت لكم، يلا هاي دعوة يا داعي جايينكم من هيوستن، يلا هاي أقول لك حسين في الشام وجدته في كربلاء، أنا أبوي في هيوستن وادعى أبوي للشارجة. يا اللهم احفظ الشارجة حكومة وشعبا، وطول بعمر إن شاء الله الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، ومد بأجله وعافه واعفو عنه واحفظه من كل شر وضر، وطرح البركة إن شاء الله في كل من سكن الشارجة وكل من سكن دولة الإمارات وبلادنا وبلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. صبحكم الله بالخير. أقولكم توني حطيت من صوري من الماضي الجميل، أيام الثمانينات والخمسة وثمانينات ونهاية السبعينات. ليش نزلت؟ أولا أنا عيباتني يعني صوري، هذا أنا، هذا على ما قالوا هذا حمدون وهذه خلاجينة. إنزين ليش نزلت؟ منتشر فيديو، في الفيديو صبحكم الله بالخير. أقولكم توني حطيت من صوري من الماضي الجميل، أيام الثمانينات والخمسة وثمانينات ونهاية السبعينات. ليش نزلت؟ أولا أنا عيباتني يعني صوري، هذا أنا، هذا على ما قالوا هذا حمدون وهذه خلاجينة. إنزين ليش نزلت؟ منتشر فيديو، في الفيديو منتشر فيديو ومليون رسالة هيتني تقول ان هذا انت، يعني بخت عيني لو انا، شو المشكلة يعني؟ الناس كل خير وبركة. لكن هذا الفيديو مصور في الثمانينات، الرجال اللي مصورين في الثمانينات عمره ما يقارب 40-45 سنة، لو حاطين شي دويرة خالد الخالدي ايام زمان، ما عندي مشكلة يعني. نزل تصوري اللي أنا فيها أيام الثمانينات، أيام الثمانينات أبوي أنا الدودو، أنا ما بيد السكن أيام الثمانينات، أنا موالي 63، خلاص 63 80 كم يستوي؟ 73 83 هي يعني تقريبا ما يقارب 18 سنة، هي 18 سنة أو 15 سنة شيء من هالقبيل. ومنزلين لي واحد كم مكبرة يد، شو أقول؟ إني يعني جالس في نص عدة وما بيجالس براي، أنا أبوي ما خليت شيء ما سويته، جلس في نص عديد، جلس في عند هالبرزيف، عند هالبالمالد، عند هالبالليوة، عند هالبالمديمة، عند هالبالزيارين، سرت المواتم، سرت ما خليت بس المكوارة، ما خليت شيء ما سويته، سرت المقانيص وسرت البرور وسرت البحور وركبت باجي بس مكوك الفضاء ما ركبته. يعني شو المشكلة يعني؟ وأنا ما استعر ولا خيل ولا شياته، كاشوفي عين شوفي، سر أطمش وأسير وأجلس ويعيبني الطرب عند العرب، وأسير عند المطاوع وأسير أجلس في المالد وفي الذكر وفي وحتى الحسين يوم يسوون المولد الموالد كله أسير، ما أخلي شيء ما أسوي. شو يعني؟ والله بيعلقونا وإنك أنت، لو أنا بقول أنا إيش علي؟ شو يعني؟ المشكلة حين الشو، المشكلة
ان كل اللي يطرشوا لي الفيديوهات اغلبيتهم اربعتي اللي يعني رابين ضربه رابين ضربه وانت عارف زي ما زين، فكيف يعني ما يعرفون شكلي انا من شكل غيري؟ هاي اللي يسمونهم الربع الملاقين، هاي يسمونها الملاقه بعينها. يلا عاد وصلنا حي رندل ستاربكس، بناخذ لنا على كوفينا ونحن توكلين على الله. الاول بعد بشيركم العديد الاول ما في الاعراس الا بكبات، والبيك اب عليه نشر، لازم نشر على اليمين ونشر على اليسار. اول ما قبل ما يدخل الفريج نقعوا الدور مره على الرسده وهيلا بيس اريفات الطبول والمفرخه واليهال والبنيات الاولاد الكبار والصغار كلهم ورا السيايير. وانا عاده احب اتشلبح السياره، ضروري هتشلبي حتينا واحد ريس الاول اركض ركض ما حد يلحقني، فلذلك يعني انا اول من يتشلبح في البيك اب انا. كان في بيك اب في ليوه ولا في داندان معلاي اللي هو الاول، يا حالنا عيال فريج كلنا هنمونه يعني والدنيا مطرجه، فيعني مش غلط يعني الوقت اللي خطب الحين منقود. الحين الاول ما نعرف ان هذا يخالف عليه المرور وهذا ممنوع، وخاصة توصل العدة اذان الظهر عقب الصلاة شدنا تونا بنرقد. الاول الابهات والامهات ما يرقدون الا مرقدين عيالهم داخل، ونحن من يدوي الطبل عف هدنا ابوي من داخل الحجر. اي نعم هبل نحن وغيرنا، نحن وغيرنا 90% اللي تشوفونهم الحين العالم اللي يتعففون نحن ونحن 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 ها كلهم ابوي وعمي هاك الايام كلهم يتشلبحون، ما حد هو ما يتشلبح. زمان التشلبيح للطيبين. اي نعم من يخطف البيك اب تشلبحه في ظهره. اي والله وخاصة بعد البيكابات اللي يوم يظهر من المعاريس من الضحى العالي ابتداوا المعاريس يغدون شيء منهم ابوي ما يطرشون لهم عيان صياني لا ولا القون يرجبون ابوي البيك اب داخل عادة جدور جدر ولا جدرين، ويظهر ابوي طباخ اللي هو لي غرف ويظهر ويا حد من يظهر يركب في البيك اب اللي جسمونه الحين كان غدا ولا ريوق، ركب ابوي الطباخ وركب ما بالطباخ معيوني طباخ شوه له شان عظيم يجلس على كرسي ويامر وينهي، والعمال ابوي هم اللي يقطعون هم اللي يشلون هم اللي يحطون، فيشتري واحد من العمال اللي غارف يحطون جدرين كان حق غدا جدر العيش روحه وجدر اللحم روحه، ويركب حد من رواع البيت يعني ما بروع البيت من اللي هل المعاريس مسنعينه اني يعني اعرف الفرجان هذا كم بيت فيه كم ادمي الفريج هذا كم ادمي، وتظهر سياره تسير بارهوز وسياره تسير البطين وسياره من غير تسير المحاربه وفريج القمزان وفريج المزاريع وتخطب ظبي وفريج البحارنا يعني تخط البيوت كلها كل فرجان البلاد وفريج الخوريه وفريج يعني كلها الفرجان يغدو. هذا وقت كان غدا ولا عشاء؟ غدا ولا ريوق؟ لازم وهاي السياره من تسير تشلبحنا عاد فيها. الحين على الله يحفظكم من الناس يعني اللي يتشلبحون على السيايير. يتشلبحون بالسيايير يعني اللي جايب اكل اللي جايبين هل بالمعاريس يجسمون الريوق ولا الغداء؟ ترى تشلبحنا في السيايير وكان سيارات الشباب اللي جايين حاطبين وجايبين الغداء بعد ونخطف السيارة العديد ترى بعد شلبحوا في ظهرهم وبحثوا على هالمنوال يعني ما بدنا شيء يعني الاول ما حد يعرف القوانين وهذا نظهر يوم نرقد هاليتنا الاول اشتلينا الاول ايام اليهالة ما في شيء ممنوع ولا شيء رستات وايد خطر ولا شياته، فلذلك حتى مع هذا تكثر الحوادث وكم اللي طاحوا وتكسرت ظهورهم ورؤوسهم. ما تشوفون الحين حد اللي في جيلي حد وجهه مسحوت وحد ويه منطر وحد ما ادري شو الاول حتى مال تجميل ما شيء اللي انطر ويه ويحطوا له قهوه ولا ملح جنزوه وازم عاد متشوه دبت حياته. ومن صرنا وكبرنا غدا الواحد عمره 13 و14 و16 بس خلاص عقلنا لان الاول لو بيردون نهاليتنا ما رامونا عيزه وفقاره عيزه من الضرب عيزه من الشيت
عيزة وحتى تحت اللوز ربطوا الأول واتم يخون الواحد أبوي بهوز أسود ما شي فايدة. الشيطان ليه في الدنيا كلها فينا، لكن الحمد لله الحين الوقت اختلف، التطور والعمران، الدنيا كلها اختلفت. هذا كل الموضوع الحين الرطينة هاي عسب اللي حاطين صورتي على أساس إنها صورة هاك الرجال الله يستر عليه. البكابات يسيرن للبيوت اللي في أطراف الفريج وما حد يروم يشل الأكل لهن، لأن الصياني الأول ما بحرارات الأول أبوي ما حد يطرش الذبيح الذبيح، حتى يطرشون أبوي الذبيح تبد خمس لو ستة بيوت، خمس لو ستة بيوت أبوي تبد الذبيحة. الحين ذبيحة كاملة ويالله يالله تسلم من شر هلب البيوت، يالله يالله تسلم من شر هنمهات بريج، ذبيحة كاملة والله. ولا الأول ذبيحة وحدة تسد أبوي ثلاث أربعة بيوت، يحطون رقبة يحطون ضلع حطوا فقار حطوا كتف ورج، هذا اللي يحطونه. الحين ذبيحة كاملة وانت ما تلحد ياكلون لك جبدك. كل البيوت اللي دور مدار المعاريس يرانهم يعني يار اللزم لزم اليار اللزم هاي طرشوا له صنية روحه، حد ودي البيت ويدق الباب ويعطيهم صنيتهم، او انهم صيحوا نقعوا صايح للفريج لا تطبخون اليوم. كل حد ابوي اللي يصير شل يطرش ولده ولا بشكاره ولا دريول ولا ناطور اللي هو عنده في البيت ولا حدا العيال، صار ابوي قال ابوي هذا بيت فلاني عاد هاك راعي البيت اللي حاطين المسؤول يعرف ان البيت الفلاني كم ادمي فيه، فلذلك يكثرون العيش لو دام هو ما يزيدون. كذب اللي يقول لك يطرشون ذبيحه وذبيحه، هاك اللي خرطي يحطون ابوي ورج اضليع يعني هل يحطون؟ اي نعم لا، الصحون مالت المعاريس معلمات عليهم بكره وقعود. والله يا شيء من البيوت اللي الحين يقولون نحن ونحن 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 اني ادخل ستوراتهم القط الصحون مراضيب مالت المعاريس يجمعونهن لو مالها لازم ولا لهن حايل. يا رب البيت والحرم، نعم بيوت ناس يعني الله يذكرهم بالخير يعنهم صياني المعاريس ولقونهم كلهم ابويه بخاخيرهم بيوت يراننا روحي ادخل بيوت تمنى البيوت مزرة يميع الوعيان من عند المعاريس. يا رب يا كل الايام الحين ما ياكلون الا ابويه صحون برسلان خواشيج ما ادري ماركت شو. الله يرحم رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، اللهم لك الحمد، الله يغفر ويرحم. روح إن شاء الله شيخ زايد البركاته وفضل من الله سبحانه وتعالى وفضل من قيادتنا الرشيدة اللي بدلت من هذاك الحال إلى هالحال. نعم حد من العرب ترى شيء من البلدان لين اليوم، لين اليوم في عامله يردون، ولين اليوم أبوي على فقرهم الأولي، ولين اليوم حالتهم وأوضاعهم الأولية. اتطورت الدنيا كلها وتبدلت أحوالهم كلهم الناس إلا هم تامين لين اليوم على نفس ما كانوا قبل في السبعينات والثمانينات. الحمد لله اللهم لك الحمد، دولة عدنا من أول من شرقها لغربها أمورهم كلهم متيسرة، الناس الحمد لله بخير وسهالة وما حد يشكو من باس أبدا، اللهم لك الحمد. سألوني أنا ما أخلي بقعة ما أصير ودع، بس ما أخلي مكان ما أصير. والله يا شيء من الأماكن البلدان اللي من غير ين حالتهم بالويل، حالتهم بالويل سبحانك يا رب. عليكم هاللي تشوفونه في التلفزيونات الدنيا ولا العلم والخبر ونحن ونحن كله بف على الهواء، كل هذا هو الهواء واحد. حالة بيوتهم ما يعلم بها إلا الله، وحالتهم ضنكة وعيشتهم ما يعلم بها إلا رب العالمين. الله يرزقهم ويعافوا عنهم ويرزقهم إن شاء الله محيث لا يحتسبون، ويرزق كل مسلم. ولا الحمد لله نحن الحكومة موفرة الدراسة والعلاج والشوارع العدلة ويسدك إلا الأمن والأمان، نرقد بيوتنا مشرعة اللهم لك الحمد، ما كده تسكر باب لا بيبان الرئيسية ولا غير كل هالبيوت طلقة بيوتنا وبيوت غيرنا.
شو هالسيارة ما زينها. كدلك ما أدري ما أدري أفعل شو هذه عادة. أقولكم يسدك الحين يوم من تصير بقعة أنت يا المواطن الإماراتي تراك أبوي مفنود من بد كل الدول العربية ولك معاملة خاصة مميز في كل شيء. إن حضرت في مكان شرق ولا غرب أنت المبداي والابتسامة أول ما يعرفون أنك من الإمارات لازم كل يتبسم لك. شو السبب هذا؟ شو سبب هذا كله؟ سبب هذا كله ما بني القريج أبوي، القيادة أبوي وعلاقاته الخارجية واللي تبذله الحكومة من مساعدة الدول. رب العالمين جاعل القبول والاحترام في كل بلد لأي إنسان إماراتي. وين ما تصير تلقط فضل الإمارات في كل مكان، وين ما تصير أي بلاد حتى في هالأماكن الحين ها اللي تشوفونها ها بأمريكا هذه فقيرها ما فقيرة لكن شيء اسمه مذهب وقانون وشيء اسمه معنى وما شيء بلاد في الدنيا العودة عندها يعرفون المعنى والقانون. شرات أبوي حكامنا ومعازيبنا يعلى الله يحفظهم ويطول بعمارهم. فلذلك الحين بخطفكم على موقع وخطفكم على مكان مبنى يناطح السحاب والمبنى مزين انه اسم الشيخ زايد عليه الجنة رحمت الله عليه. المبنى طويل عريض بلاد من كبره عليه اسم حياد زايد عليه الجنة. فبخبركم الله يحفظكم عن علوم المركز هذا متى انشئ متى تم افتتاحه وش لجله انشئ وشو سبب انشائه ليش انشئ هالمركز الصرح العظيم هذا لبلاد بلاد من كبره ليش شو السبب في هذه المنطقه بالذات ليش انشئ في هذه الولايه اللي نحن فيها ومنو اللي يستفيد منه. ها كل هالعلوم بخبركم عنها ان شاء الله بس من اوصل عاد اعطوني مدى زين نسيت اخبركم عن هالمعلومه. اي والله ها كنا تبع البارحه مال المعاريس كل ما انا لاني ابوي انا ما اسوي مونتاج واكتب ولا ساخورط على العرب. انا ابوي مواضيعتي ارتجاليه فالمواضيع اللي عندها تي ارتجاليه فلذلك ضربه فيك وضربه في مصريك ضربه فيك وضربه في مصريك والدنيا مطرجه ساعتها تلقطوني ارمس عن القصه من اولها وساعتها من اخرها لان ابوي مش ممنتج ومش مكتوب ولا شياته. وعلى فكره السناب البارح كان خربان بدال ما نزله السناب اللي كم تميت ارمس البارحة طول النهار وثارني يوم اطالع المتابعات المشاهدات يعني القطع احد بين شوية خلاص طرق احنا صار يوم اطالع المشاهدات ولان هنا ابوي انا اللي ضايفينهم 10 فارلو 20 أو 50 ادمي يعني مش اكثر زين فلذلك اشوف مشاهدات شوية بسم الله وين العرب كل التليفونات تي عنب اليوم يوم لا قلت لهم لا والله اليوم يوم نسيت الله يحفظكم وكلمت الخبير السناب منهل وارتعد عليه قلت له شو مسوي شو هنا قال ابوي تعرف شو مسوي انت يوم كنت بتنزل الستوري في الليل عاد منهل قال لي يوم تبي تنزل حطيت اللي يتابعونك ما بكل العرب بس اللي انت ضايفنهم فلذلك ابوي ليه شافوك قله انت اللي ضايفنهم الا 4 مفلعه ما من كثرهم فلذلك ابوي راحن كل سناباتها متى هذا البارحه في الليل وين قلت لكم سايرين معزومين عند ناس عراقيين لو تشوفهم مكانهم ما زينه يا رب البيت والحرم الامراض صورت والله فيديو لمده دقيقه خلاص بنزله ولا بعد شوي بنزله انزين صورت تلهون الثاني هذاك مال الرمسي يعني فلذلك صبر علي وبرد عليك يوم طالع ابوي لانه مثل ما قال نش ابوي ونزل الستوري كامل واحد عنده فتح حسابي من عنده ونزل الستوري من يده جديد عسب شي بعض الصوت ما بواضح ولا شيء والله هن القطون ولا الصوت غير يعني ولا شيء حدث قبل حدث استوي فطوفوا عادي بالنسبه هذا حق البارحه هي والله مال العرس والعادات وكيف كان العرس هذا ابوي
كان مفروض ييكم على الهواء مباشرة. يا غير أبوي في الليل نزلناه الساعة 3 تيمكم أنتو. جلس فقير منها لين الساعة 5 وهو ينزلهن. 5 تيمكم أنتو تيم الإمارات. هذا يعلى الله يحفظكم ويطول بعماركم ويعافيكم ويعافي كل مسلم. مركز الشيخ زايد بن سلطان لإبحاث أمراض السرطان في مدينة هيوستن. هذا اللي خبرتكم عنه. شيء فخر دولة الإمارات وإنجاز يخلد ذكرى أبونا ورئيسنا وشيخنا يعلى الله يغفر له ويرحمه ويغمد روحه الجنة ويجعل إن شاء الله كل ما يقدم في ميزان حسناته يا رب العالمين، ويرحم إن شاء الله موتانا وموت المسلمين. تم افتتاح مبنى أمراض السرطان بمدينة هيوستن من سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهياني على الله يحفظه ويطول بعمره، رئيس ديوان ولي العهد. في حفل كان من أروع وأبهج ما يكون. كان حاضر الحفل سعادة يوسف بن مانع العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، وكان بعد سعادة محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد الأعمال الخيرية والإنسانية، وعدد كبير من الأطباء الإماراتيين والمتحقين في المراكز الطبية في الولايات المتحدة وكندا إضافة. هذا عاد بالإضافة إلى لفيف مجموعة كبير من المسؤولين والأطباء الأمريكيين والطاقم الإداري والفني والطبي لمبنى الشيخ زايد بن سلطان رحمة الله عليه لأبحاث أمراض السرطان. المبنى يعلى الله يحفظكم تبلغ مساحته 626,000 قدم مربع، وقامت بتمويل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، معهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأبحاث والعلاج التخصصي لأمراض السرطان.
ومركز أحمد بن زايد آل نهيان لأبحاث وعلاج وأمراض السرطان البنكرياس، حيث يشرف على المبنى مركز MD أندرسون لأمراض السرطان التابع لجامعة تكساس. سني علي الله يحفظكم، ما يقارب 10 موظفين يجون يتعلمون إدارة المستشفيات من هالمركز الضخم الصرح الكبير اللي يعني يشرف كل إنسان عربي، كل إنسان عربي يتشرف بوجود اسم الشيخ زايد على هالمبنى، يعني يسد إنه اسم الشيخ زايد عليه. هذا شيء يعني من تقرأ الاسم أنت روحه شعر ينبك يقف، شعر ينبك يقف. سبحانك يا رب. إيه على الجنة مثواك يا أبو خليفة، يلا الله يغفر لك ويرحمك ويجعل كل ما يقدم من خير خارج الدولة وداخلها في ميزان حسناتك، ويطرح البركة إن شاء الله في عيالك. طبيعي أنا ما بسير جد أبوي الأقسام اللي فيها الناس الميحد والمرضى وما أدري شو، أنا ما أريد أسير أماكن جي، أنا كيت الحين أرويكم بس من هالأقسام، مطاعمها ودنياهم كلها أبوي الأقسام في هالمباني في نفس هالمبنى. إلا كل فيه أما تشتهي النفس، أما تشتهي النفس وكلها سلطات والدنيا وتسرط بيديك وريولك، ما عليك إلا وانت ها تبغى صينيك وطرج تصير في سنات جميع الطاولات شيء في منتهى الروعة، ترتيب وقسم فنان يعني، والطباخ والنفاخ والأكل والشرب اللي تشتهي كله موجود، أي شيء تشتهي موجود عندهم، ما في نوع أكل في الدنيا ما تقول أنت في مستشفي، ما تقول في مركز أبحاث، اللي تشتهيه النفس. قسم ثاني سلطات واللي ما أدري شو، اللي كل حد بويه بقسمه، هاك مال الوجبات وايد الكبيرة وهذا مال الوجبات الخفيفة، اللي يبقى سلطة أبو سلطة والأشياء هذه موجود. إنما أسير أصور حد بويه جالس ياخذون علاجاتهم وأدويتهم وأنا لا في أبوي أصور لي تعالج ولا شيء، أصور مكان في مطعم مكان في أكل شرب الناس تضحك وتسولف جالسة، أي من الله خير هنا. إنما أجلس أظهر أوادم ياسين يتعالجون ويأخذون دوياتهم ما في. أقولكم وتهلعنا عاد على السلطة، عاد أنا أعرف فيها سلطتهم من كل نوع، وتحط عاد اللي تباه وتصير وتازنة تازنة وعلى حسب ما أدري شو سعرات الحرارة، وتغرف أبوي تأخذ اللي تباه. بس بقيت أكل سلطة من عندهم، سلطة تمها على ما تشوف من كل شيء فيها في الدنيا العودة، وتجلس ويا العرب وتأكل وتقرج. والحبيب أبوي خذ طلب أندومي، ولا أنا أخذت أبوي سلطة درا وحب وما أدري شو كل شيء فيها. وهذا ها شو اسمه خلف الحمار نسيت ولا شو اسمه، وهذا كان وايد زين. يا الله يا رب تعافينا وتعافيك المسلم، والله يا ابوكم يا العافي ما شي شراته، العافي ما شي شراته، والله يا ابوكم خلق الله ما خلق ميحة، جليل الصاحي جليل الصاحي. يا الله يا رب تعافيهم وتعافوا عنهم وتعافوا عن كل مسلم يا رب العالمين. يا لا إلا الله، كم قزرت فيها أنا هالمستشفى يا أختي حصها في يوم قبل 5 سنين، يا سنة أظنيها ما 6 شهور 5 شهور روحي أنا يلست، نسيت والله كم يلسنا بين المطاعم وبين يعني كل حد بويه يحوط بهذا بالبيب وعلى يميع القرب، كل حد بويه خط بيب معلج في على شات في يميع القرب. العفو والعافية أبوك من الله سبحانه وتعالى، يا الله يا رب أنك تعافيك المسلم. قسم مال اليحال وقسم مال الحريم وقسم مال المخ وقسم ما أدري ما شو وقسم ما أدري ما شو، يا رب البيت والحرم اسميني قزرت وطر في هالمكان. يا الله يا رب أنك تعافيهم وتعفو كل تعفو عن كل مسلم يا رب العالمين، يا ربي البيت أنك تعافي كل. هذا المستشفى واحد من عشرات المستشفيات، هذا للتشيلدرن ها شوفوا فوق تشيلدرن مال أطفال، وذاك مال حريم وذاك مال كل مال هالعوار، كل هالدنيا أبوي كل حق هالعوار، مليون جناح ومليون قسم ومليون، الله بالمستعان. يا الله يا رب
دعوا لهم انتوا يلي تسمعون ان الله يعافيهم ويعافوا عن كل مسلم يا رب العالمين. كل انسان موجود يطلب العلاج ويا يتعالج ان الله يعافيه ويعفو عنه. يا ربي يا ربي مكان طول طول وعرض عرض. الله يرحمك يا سبرة، الله يرحمك يا محليمة، كان ساكن في هاك الفندق. يعلش الجنة، يعلش الجنة يا محليمة. الله يغفر لك يا سبرة، والله وضحك اللي ما تفارج ويها. الله يغفر لها ويغفر لكل مسلم، ويغفر بعد حق خالي محمد، يغفر لأبهاتنا وأمهاتنا وأبهات المسلمين أجمعين، عيال الكبار والصغار، وتعافي أمة محمد أجمعين يا رب العالمين من كل مبتلى. كل هالبنايات اللي تشوفونها كلها مالتها الأعواق، مالتها الأعواق اللي ما كلها هالأقسام اللي تشوفونها، كلها هالأقسام اللي تشوفونها وهالمباني كلها مالتها العوق، مالتها العوق. الله لا كثر من عوق. يا الله يا رب تفك أمة محمد أجمعين، تفك أمة محمد أجمعين. كل هالمباني اللي تشوفونها أبوي هذا قلم من ذل، هذا قسم بسيط لا يذكر من يميع الأبراج، كلها أبوي حقها الأعواق. لا حول لا قوة إلا بالله. يا الله يا رب تعافيهم وتعافوا عن كل مسلم يا رب. قلت له تكلم، خلي بخبر الجماعة معلومة زيته وحب أتذكرها. برايني أقولكم بالنسبة ذكرت معلومة الحين طلعت علي. المعرس يسبع 7 أيام في بيت العروس، ريوقه وغداه وعشاه، يدخل لين حجرته ما يظهر، يازم هو ويا حرمته يتريقون يتغدون يتعشون 7 أيام من الخميس لين الخميس، لين الخميس اللي دوره يوم الضيه يوميا. وريوقهم وايد ضروري يكون بين من ضمن الريقين، وغرفة الزفاف اللي ينزف فيها المعرس لازم مطرح على الأرض، يسمونه دوشق المعرس، دوشق الدوشق يتضرب قطن يكون على الأقل شبر ارتفاعه، أو مطارح هذا فوق هذا هذا فوق هذا ويحطون عليه فراش. هذا لازم المطرح، والمطرح يكون مروح ومعطر ومدخن حق ليلة الزفاف، ما بالشبرية لا، فوق الشبرية موجودة، لكن لا بد ولا عذر من المطرح، مطرح بنفرين يسمونه دوشق بنفرين، هذا لا بد ولا عذر منه. ويروحون ويحطون تحت الشيت بعد، يحطون مشموم للي عنده مشموم، وكان وقت ياسمين انثروا تحته ورد ياسمين، من غير عاد اللي يحطون العطورات شو بورده وبنت السودان وفدور، بورده وبنت السودان وفدور وبطيرة. السودان ترى موجود على فكرين الليل اليوم، وبطير موجود ليل اليوم، والفدور موجود ليل اليوم، ويتروح ويتدخن. الفراش ما يدخنونه بعود، الكسرة العود بغيت نحط الريايل فيها خير، يدخنون الريايل بالعود، والدخون حق الحريم ولا الفراش يدخنون به الدخون، وساعات يحطون مقرص ودخون، الدخون اللي فيه عطر، والمقرص اللي يكون مخدوه بشيره. يلا بس عاد عليكم، الحين ذكرت هالمعلومه الحين قلت بخبركم عنها. الريوق عاده الريوق العرسان شي يكون الله يحفظكم عصيد وهريس وفريد وطويرات توهم ذبحات، يعني دياج فراري فرش طازه، وكان ذابحين هاك اليوم ولا شيات، حد مطرش لهم اللحمه، عدد سووا ابوي المعلاق والفاد والكبود والكلى، وقطعوهن صغار وسووا لهم جلي ولا حمس اللي هو، وهبات الريح، وكف الله المؤمنين القتال. هذا عاد ريوق العرسان، المعرس والعروس. يلا برايكم ابوي بارك الله فيكم. الرجال اللي قالوا اليوم كان يشابهني، اللي شابهني وقالوا انه هنا هذا اللي في العده، هذا الله يسلمكم، يسمونه موسى ابو عرام، من هال متوفي الحين يمكن من 11 سنه، من هال الراشديه، كلهم ابوي دبي، كلها دبي تعرفه تو، يعني التقرير كامل، متوفى بين 10 و11 سنه، من هال الراشديه يسمونه موسى ابو عرام. دقوا يا 3 عديد، دقوا يا صلوا حمال مديد، دقوا يا صلوا مال سليمان سيف، ودقوا يا صلوا حمال حشر، 3 عديد شد دقوا وياهم طول حياته،
وانا شبهوني هالميت الحين من 11 سنه ويوم مصورين عمرها 40 والتصوير من 40 سنه هاي 80 و10 90 سنه قرب الله من ظهر هالرمسه الفارطه ظهرت روحها عسره استغفر الله العظيم يا الله يا رب لا ما في ما ادري شو هاي الاخرانيه مسحوبه تراها للشتيمه يا الله يا رب سامحني and learn things about the business and then you move to their competitor the XY اقولكم حد من العرب ابوي حطوا له شاهي وحط يميع الشكا كود يميع الشكا في الشاهي ونحن قايلين لابوي الشكر مبزين ولا تشرب شكر والشكر مبزين ونحن قايلين لابوي لا تشرب شكر وهو ما بطايع وحما كان ياسا رمسه ولا كان ياسا ليش ليش توبة الله 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 شو هاللبس حق منو انا من وين خلصه ما شاء الله ما شاء ملبوس الله العافية ملبوس العافية ملبوس العافية صلاح يا سلام بعد هذا حق نيويورك ايه هذا كله حق نيويورك يا سلام هذا ما كان التأشر نفر هذه صلاح وايد عود حبيبي خلي جاي عود ولا عود هاي حقي أنا أنا جود وملو يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على صلاح اي اي ها ترى حطيت حق خلاص حطيت لي شكر صلاح انت شاهي لا تشله شله شله ما يبي شكر ما يبي شكر لا تحط له شكر اوي اشوف هذا مالكولية انت قوي مالكولية هذا ابوي لا هذا 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 دبي هذا تسوي رياضه ابو ظبي عشان يضعف يا سلام يا سلام يا سلام ها مال هوملس ها صلاح بعد قري يا سلام ما شاء الله مبروك 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 صلاح مبروك ملبوس العافية بتحط دندة بتحطه في الدندة دندة حق منو هالدلاغة عطوني أنا اثنين عطوني أي عبرني هالمرة من صدق اي صح انت انت اعطوني اثنين لا هن اربعة لا اثنين هنت واثنين انا لا ليش انا ما بخوك اني من انت هو توش له الدولاب هو الدولاب الدولاب متروس فوق عندي انا زين وحين ما بتعطيه من هاي لا شو بريك ده شرط يا سلام يا سلام اليوم وايد هذا رقم واحد انت ما ابراهيم تصل بطولك اطفال يا خالد مستوي شرير اليوم ما شاء الله ما شاء الله ملبوس العافيه صلاح رقم واحد انا الرصاصي هذا اريده ضروري رصاصي الرصاصي حقي انا واحد انا واحد انت كم واحد جايبين له رصاصيات واحد ما في لك يا سهر ما في كان توش دولاب وايد انت دولاب زي ما تروس مب من كيسك انا شارنهن ايه انت بناخذ هذا حقي انا واحد لا واحد لا تغير مستحيل مستحيل لا حبيبي لا ما في يضحك مستحيل قاعد خلاص شوف هلا لهالدرجة من دمج ويا الفيلم؟ صلاح يا اخوة ما تحاكى مشغول لأنه قاعد الحين مو مركز ويا تابع يعني؟ ايوه ويجي في الوقت اي ها شوف خل الله يرضى يوم ما في سناب يوم في سناب اخ عليك اخ عليك اخ عليك صلاح شو مشكله انا مشكله ايه قال قال زين ما تكلمت زين ما عليه ما عليه ما عليه
خلي ينفعك عاد خلف. خلي ينفعك عاد خلف. 24 ساعة حين عند خلف. لا واحنا يوم بنوصل ابو ظبي ما استشفى بارجيل ما شيء، والدكتور حسان بقول للضروس اللي بترتبهن حق صلاح رتبهن حقي انا. اخر مره ما بتكلم ان شاء الله تحبني ولا لا؟ ان شاء الله. يلا يلا صلاح بتتابع الفيلم لين يخلص كامل؟ يعني ما بتسولف وياي؟ ان شاء الله حبيبي ان شاء الله. يلا بنتريع ساعتين ابوي الفيلم صلاح ساعتين. بتخليني بدون رمسه ساعتين؟ ايه يا ابوك بيظهر شعر على لساني. ان شاء الله حبيبي. صلاح هذا المغرب؟ خلاص يا دابي الدف ابو ظبي. إيه؟ زين ونحن في امريكا حين ذيك ايه صليت انت له بعك يا عزيز من زمان؟ إيه؟ كم ركعه صليت؟ الله. المغرب كم ركعه؟ إيه؟ كم؟ اثنين. هاي اثنين الحين؟ لا صلاح شو يا استاكل؟ شو هذا؟ هذا يقط. هذا ابوي اللي قطب جاينا من الدمام. الدمام يقط مال هوش. هاي عاد اخذت من الدمام بنرويكم شيخ يعني. هاي الاشاره مالت يقط الدمام. صحة. شو؟ يقط عاد مال هوش. ما زينه. وصلاح ابوي قرمت يقط مال هوش وفنخ في فاي. يقط. مال هوش ومخ في فاي والبطن اشوفها منتفخ اليوم صلاح. حلو ما شملت شي هالمتن غادي بطنك انت؟ انا شي خصني؟ انت خصني انا؟ ايه؟ تحط في ذمك؟ تحط في ذمك عاد انت؟ ما انا هي ذمه منو؟ انت؟ لا بس ما نبي التلفزيون خلاص ما نريده خلاص ما نريد ما بس خلاص عاد ما اريد ما اريد ما اريد ما اريد ما اريد. شو تبي تسوي ساير؟ شو بتسوي؟ لا تتهور انا ما اريد تلفزيونات حشرتنا عادي. لا انت اسر حجرتي شو انا اليوم برقد هني شبريه كايج جني جني ادود زي صبر. لا 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 اخوك ما حبيتني اليوم ما سويت لي بوسه ولا شيء. انت وين بوسه؟ عطى بوسه عطى بوسه. بوسه يقطيه هاي ام اللي يقط. لا لا تتكلم هيوستين صلاح؟ خلاص تعطيني واحد؟ صلاح تعطيني واحد؟ انت بتصير ثيبه؟ بس عطني دلاغ واحد. مدام يا صلاح بلبس الفريولي. وقبل ما اظهر بعقه. رب قديم جديد خلاص. ابى جديد. جديد جديد. ولي النظرة الشريرة. صلاح. دلاغ ما تعرفين. ثمانية ماخذين لك. شو المشكلة انت ليش لا من مني؟ انا دابي. كيف يعني؟ بخليك تلعب رياضة. صحة. استعمل حق الرياضة؟ انا انا حقك انت؟ انا الحين اريد واحد. لا دب دب فرح البيت. يا الله شو تقول انت؟ هو هو بس حمام. انت انا ما قلت لك حطهن في الحمام، انت ليش تعقهن؟ وي انت بخير؟ خير خير تمام تمام. خلاص ايده ما تبغى ينزخ ايديك؟ اي توصلي تبى اصلي انت عليك بار الحين بعد ايش اصلي بس 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 اي اخ عليك اخ عليك يا صلاح قد الدب ممتنك قد الدب توبه اي خلاص انت
تبوا من الحمد لله. شو هالبطل غادي؟ انت انا انها ما في بطل ها؟ لا هذا شو له قدامه؟ حامل بسبع التحرين الفالينة هاي بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاث ما شاء الله عليك صلاح. والرابعة في الصخر. ها وين وين خلاف؟ وين تبى؟ بي بيالس انت ولا؟ هي نعم عبد تبان انا كنت ملحينه؟ هينان ايه هينان صلاح؟ انا وايد كلام؟ ايه متى؟ وهي الواضح انا الحين اسوي وايد كلام؟ ايه انا ما اتكلم الحين الواضح يوم في الرياضة؟ بلا يوم اسوي رياضة يوم امشي؟ ايه اتكلم وايد؟ ايه حبيبي لازم اتكلم. شو المشكلة انت ليش ما تباني اتكلم؟ يبي اتكلم بس وايد؟ ايه بسم الله الرحمن الرحيم. باقل هذا انت حينه ترك قبل شوي كنت مشغل الا شيء وياسي طالعه بنته صلاح بس خلاص ما بتهمزني ليش صلاح هوس شوي حبيبي ما شاء الله شوي صلاح ثبر 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 يا همزني شويه اخوك تي همزون مراقد؟ منو عيل هاي تبون مغمض؟ أنت أنا؟ صلاح؟ أمانة مبالغ شو عيل؟ بيلون كاني ناخر زين سيد دخل داخل ورقد أخ عليك صلاح سر رقد سر سر رقد نو مالو أنت أنت وبعدين يعني أمينة. شو هذا الطالع 24 ساعه انت هذا قر 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 بس يلا ارقد الله يحفظكم ما يهون علي اكل شيء ويوزلي وما اطريه لكم هذا ابوي نوع من انواع الجبن هذا سبرينج كوكول المهم الجبن هذا مال هوش جبن مال هوش هذا نوع ها زين شو طريقه تعرف الاكل لا هذا يتقطع تفاحه هذا معروف تفاح بالجبن معروف خلاص عرفنا اهم شيء التفاح يا الله يحفظكم يتقطع بهالحجم يتيلف ها يتفنخ على هالنمونه زين والجبن يتقطع شيء ولازم هاي طريقه اكله يعني بحياتي أنا ما كنت استمتعت بأكل من هالنمو كان الشيء غريب عندي لكن قلت في خاطري يجلسين يحاطين منه ويأكلون على يمب منه قلت في خاطري ليش ما يربت والله يبوكم يوم يربته يلفيت الصحن هذا بكان أن هذا كان متبوز لين عينه هاللي تشوفونه واني أزمت له وحده وهنتين وحده وهنتين ضروري ينحط ويفنخ التفاحة القصة يتفنخ يعني الفنخ بفنخة وينحط بويتي طول الرايبة فوقه من الجبن هذا نفس الجبن هذا وها. الله العظيم يا أبوكم يعني ما كنت أتوقع أني بلقط شيء تي في الدنيا هنمون طعمه فنان وإني عزمت لايم ثلثين الصحن نوع من الجبن هذا 90% شيء موجود في البلاد مستحيل يا استاكل منه انت كل يوم
وين؟ اللي في الثلاجة خلصته وانت فيني؟ من هذا تتحط لي؟ الصبح؟ لا والله والله ايه لا لا كان يوم في الخبز غير لكن اللي حين يفرق طعمه ويا التفاح قرمة من هذا وقرمة من هذا يا سلام سلم هذا ابوي النكل ابوي الصبح على الريوق بلي خبز بلي شياته قرمة تفاحة وقرمة ابوي من هالجبن شو والله العظيم انه متعه شيء لا صار ولا استوى انصح ابوي كل من عنده صاحب صديق ولا اخو ولا اخت ولا ام ولا صاحب ولا ياكل من هذا تقولوا ما قلنا لكم تبع زين والله العظيم اني ما امزح ان عجبه وبالاخص اللي بياكله الريوق يا سلام اتوقع ان على الريوق انسب وقت ويعني يستعملونه يعني بدال العشاء بدال ما تجلس في الليل تلايم عشيات تاكل لك تفاحه وكم من قطع من هالجبن شيء لا صار ولا استوى يا ابوك وايد اللي بي برمه ولا ابوه ولا اخته ولا خالته ولا عمته ها يقدر مع قرص خمير بعد يكون لا 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 خمير لا خمير ابوه ولا غير خمير هذا طريقته كل يوم اقول ترى يسوي لي الصبح سندويتش من هذا الخبز يحط لي في صمونه ويلف لي اياه الصبح على الريج يجيب لي اياه وانا راقد والله على شبريتي ولف ما اقول لكم لا اقول بي يا حبيب النبي لكن طعمه غير يوم ويا الخبز الحين اكلت ويا التفاح شيء يقولكم لا صار ولا استوى اللهم لك الحمد يا الله يا رب الديم هنا حفظها من الزوال ولا يغير علينا إلا إلى الأحسن اللهم لك الحمد نعمة يبالها حمد الشكر نوع الجبن هذا من الماعز الهولندي نوع الجبن من الماعز الهولندي شو صناعته هولندية كسبيش بس شبر هولنديز بس تصنيع البلاد شو هذا اسمه ترى فاين جوت تشيز فروم هولندا على فكره مش انا اللي قرولي اياه وحفظوني وخبرتكم والله العظيم فاين جوت تشيز فروم هولندا رقم واحد والله العظيم ان عجبه هاك الايام كانوا يبونه للهوشاي امهات لحيه ابو ظبي ويجيبن على 3 و4 وحليب يسون لبن ضروحهم ما بكبار يا غير ابدا فيهن سر من يوجف اللي في ضرحهن دقيقتين يصيرن يحدرن من يد ويديد ويم اللبن فيهن تبارك الرحمن عندي الاول هنتين 3 بيض وواحد عقب فيها يتني سوداء امهات العويب على 3 و4 يا غير ارنب سبحان الله راقد انت؟ لا تعال ساحل وليش ما ترقد؟ لا من الأذن بعدين؟ ايه ارقد انا عندك ولا لا؟ لا روح اروح؟ باي يلا باي باي.